جه اهو جه. تمشي يا منى، المهم الحب. مع ممدوح دي؟ دي خطيبته. شغالة؟ المهم الحب. الهام ما قدمتليش اللي معاها. ده خطيبها. انت صغنن قوي. المهم الحب. لا الأكل الدسم ممنوع، السهر ممنوع، الشرب ممنوع، التدخين ممنوع. يعني باختصار الحياة ممنوعة، يعني لازم تموت عشان صحتك تتحسن. وهي الحياة عربدة يا أستاذ. يا دكتور، ده الأستاذ عادل. عادل ده للأسف الاسم اللي اختاره لي أهلي، لكن الاسم اللي أنا اخترته لنفسي بكل فخر. هلو بلو. أنت طالب يا أستاذ بلو؟ لا أنا مش طالب حاجة، أنا صديقي. ليت كل العلاقات الإنسانية تسمو إلى مستوى الصداقة، عندئذ لن يكون هناك مشاكل. فلو أن الزوج أصبح صديقا لزوجته لا وخلص. وإيه اللي خلص؟ قرطاس اللب يا دكتور، قريت في الكلمتين دول عجبوني حفظتهم، وأنا بطبعي أعز اللب أوي. شاهيناز أنا بحذرك، لو استمريت على الحالة دي ممكن توصلي لمرحلة خطيرة جدا. وحتى لو وصلت في إيه أخاف عليه؟ لا أم ولا أب ولا حاجة أبدا. يا الله. العمر إحساس مش عدد، العمر بالطول مش بالعرض، العمر لحظة نعيشها زي ما احنا عايزين مش زي ما غيرنا يعوز وخلص. قرطاس اللب؟ الفيلم. وقمنا روحنا، أصله كان فيلم بايخ، بس عجبوني الكلمتين دول حفظتهم، وأنا بطبعي أعز الفيلم البايخ. شاهيناز أنا بحذرك، العلاج في إيدك، وارجو الناس معاني كل خير. ان شاء الله. استاذن انا. باي باي. شرفت يا دكتور. باي باي. باي باي. وحضرتك يا ذوق الباشا تمرجي؟ باشا تمرجي ده ايه؟ انا نائب الدكتور.
أي خدمة؟ ما هو كنت عايز الدكتور موجود دقيقتين ويوصل. دقيقتين ويوصل. اه أنا كنت عايزك في كلمتين سر. سر؟ اه تعالى يلا بينا. نعم اسمع بقى يا ذوق. ايه؟ انت باين عليك واد ناور وملحلح. وفي حاجة كمان. ايه بقى؟ مفتاد. تعجبني. حس كده بقى، انا عايز شهادة من الدكتور تثبت ان انا عيان بقالي شهر. ايه المناسبة؟ اصلي زوغت الشهر ده من الشغل. شهادة مرضية بأثر راجعي. تمام كده يا ذوق. اه واذا انا رفضت؟ انا جايب لك واسطة من البنك الاهلي عادل. ما تخافش ما تخافش. ليه انت الطقم؟ الله يخليك. احنا كده بقى. تعال معايا يا ذوق. الله يخليك. اه انت اللي ذوق. الله يخليك يا ذوق. انت ابن حلال وتستاهل كل خير. يرضى عنك. حقيقي. اشهدوا يا عالم. شايفين يا ناس؟ شايفين الراجل ده؟ انا هوديك النيابه. ليه بس يا ذوق؟ ليه؟ عايز تشيني يا مجرم؟ اتفضل خد فلوسك اهي. اوعى تيجي هنا تاني. حاضر. ناس ما عندهاش ذمه. كانت موافقة من ألمانيا إن أسافر أعمل دراسات. آه. حضرتك هتغيب كتير؟ ثلاث أشهر. طب والعيادة؟ وأنا؟ تستنوني؟ ألو؟ أيوه أنا. مين؟ شاهيناز؟ دكتور فكري، أنا لسه تعبانة. أنا مش قلت مفيش نزول من السرير؟ ليه بقى نزول تحت؟ تحت فين يا بيه؟ أنت عارف إني ما نزلت من السرير. بيه؟ وعارف ازاي ده؟ ايوه ايوه حاضر يا دكتور، هطلع على طول. انا مش قلت بلاش شرب؟ ايوه يا دكتور. ها ورميته وشاف الجاز كمان. اكيد الدكتور ده بيكشف علينا بالاقمار الصناعيه. انبطح. وارجوكي توقفي البلو اللي عندك ده. عايز اعرف. حاضر هوقفه، مش هتسمع له حس تاني. حاضر يا دكتور، مع السلامة. بلو يا عيون. بلو الدكتور فكري بيقول لي وقفي بلو مكانه وما تخليهوش يتحرك لا كده ولا كده، وكمان مش عايز يسمع لك حس خالص. هو انا اتعديت منك ولا ايه؟ الظاهر كده يا بلو. معلش ربنا معاك، ما تعملش في نفسك كده يا بلو علشان خاطري. ما تعملش كده. عن اذنكم يا جماعه، الدكتور زمانه جاي. انا اتعديت ازاي وامتى؟ انت لسه بتتكلم. اسكت يا بلو اسكت، ما تطلعش صوت خالص. ذنبك ايه انت بس يا مسكين؟ أنا ضعت. ده اللي كنت خايف منه. أنت مالكيش غير علاج واحد. إيه؟ هبعتهولي. أنت ما بتقولش أي ليه؟ أي. إيه؟ أي. بس لخنافك. ربنا يجعل في إيدك الشفاء. متخلي. تعيش يا شفاء. مع السلامة أخويا. هو الواد فاهم اتأخر ليه؟ أحسن. كل انت بالهنا والشفاء. السلام عليكم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده كله؟ ما تاكل ما تاكل. انت متعشى بره ولا ايه؟ لا ابدا انا علي اخويا ما اتعشيتش. طب ما تاكل تاكل. هو انت مخلي لي حاجه عشان اكلها يا علي؟ امال ايه ده؟ لا مؤاخذه صوبيا، ما طبيخ اهو. طبيخ. طبيخ ايه؟ طب والفرخه يا علي؟ الناس اللي متجوزين اللي زينا لازم يرموا نفسهم، فاهم؟ تقوم تاكل فرخه لوحدك يا علي؟ بكره تتجوز وتعرف. ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. منك لله يا علي يا اخويا. ايدك معانا يا فهمي. ها ايدك. ها تصبح على خير. يا
الله يا سيدي يلا بطل شغل الاخرام ده، مش كل يوم اجيب لك ستاره تخرمها. مش كده يعني بقى الله سفهمي حاسب امتى هناكل فراخ يا نعناع؟ هانت يا سفهمي جايب لك خبر هيفرحك قوي. قول. غمض عينيك. غمض؟ افتح؟ اهو. ايه ده؟ حته من مصر. 50 قرش؟ رضا نعمه. يبقى فاضل قد ايه؟ شوف يا سيدي، هما كانوا 97 جنيه و30 قرش، يبقوا دلوقتي 97 جنيه و50 قرش. يبقى فاضل 52 جنيه و3 تعريف. ونتجوز يا سي فهمي؟ اه، ونخلص على فراخ العشة كلها نعم. ونعيش سوا سوا. اه، هنسكن في جاردن سيتي. جاردن سيتي؟ ايوه، اصل انا مكلم واحد صاحبي بواب هو، عشان يدور لنا على اوضة فوق سطح أدخن عمارة هناك، لا ما تلاقيش من حاجة. وفترة غيابي؟ مرتبك بتاع العيادة ماشي على طول، مالكش شغلة غير شاهيناز هانم، تباشر علاجها وتفضل جنبها على طول. اشمعنى يعني؟ أبوها كان صديقي وله أفضل عليا. زو المسألة دي مش ببلاش، دي هتدفع لك 20 جنيه في الشهر، على شرط تقعد جنبها باستمرار. ليل نهار؟ أيوه. عايز أرجع من السفرية بتاعتي ألاقي شاهيناز هانم استردت صحتها. إن شاء الله هترجع تلاقيها زي البغل. لا مؤاخذة، صحتها كويسة أوي. السهر ممنوع. والشرب ممنوع، الدقة في مواعيد الدواء، الانفعال ممنوع. ممنوع دي وعرفناها، إنما الانفعال عايزة توضيح حبتين، أصلها ما مرتش عليها قبل كده. الانفعال يعني ما تزعلش زيادة عن اللزوم وما تفرحش زيادة عن اللزوم. اللهم صل على النبي، الطب تقدم يا إخوان. الست دي وراها شلة ملاعين، زي ما بيبددوا في فلوسها، الظاهر إنهم ناويين يبددوا حياتها. هي إيه عندها إيه بالظبط دي؟ عندها تقلصات عصبية في المعدة، لو زادت هتأثر على قلبها ويمكن تنتهي حياتها. لا لا لا، هتنتهي على خير إن شاء الله. يعني قصدي مهمتي هتنتهي على خير، وهترجع تلاقيها بيزة الحمار. فهمي هو اللي هيباشر العلاج. فهمي ده؟ أنا نائب الدكتور ورئيس مجلس إدارة العيادة في غيابه. إيد اليمين وخريج معهد التمريض، هيفضل معاكي ليل ونهار، مش هيخرج من هنا ابدا الا وانت فيه كامل صحتك. انا مش هسيبها الا وانت زي الحمار. زي المحار المحاصر في ايه ده؟ زي الفل، تبقى زي الفل. يعني هو تسمعي كلامه وتنفذيه بالحرف الواحد. العلاج معاك اهو، كل يوم حقنه مخدره وقرص قبل النوم، واللي اهم من العلاج الانفعال. مفيش اي انفعال، ان شاء الله هتبقى زي الحمر، زي اللي هو ده. الانفعال يا نعنع يعني الفرح والنكد، ممنوع انها تفرح اكتر من اللازم او تتنكد اكتر من اللازم. يا دي المصيبه، حتى الفرحه تتحرم منها. اه، وايه عندها مال قارون يغور المال. طب مستني ايه يا سفاه؟ وعايزين اعمل ايه؟ ميعاد الدواء بتاعها مش قرب؟ كل خير يا نعنع، فكرتيني، بس اللي عزز عليا ان انا هبقى بعيد عنك. ربنا يعدي التلات اشهر بخير وترجع لي بالسلامة. هدي حتة. حتة؟ حتة ايه؟ سد الحنك. سد. صلى على النبي. مفيش حد واقف. Thank you.
احنا مش قايلين يا هانم ممنوع جميع انواع الهلس؟ يلا على السرير. ايه ده؟ هو انا هبدا طول عمري في السرير؟ لحد ما تخافي وتبقي زي الحصان، زي الحمار، قصدي يعني زي البتنجان، زي البتاع بتاع الفل، زي الفل. انت بتبصي لي كده ليه؟ فاهمه؟ وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه. اه انت حشري ليه يا جدعان؟ انتيك انت، اسمع انت بالكتير تسكت. ليه 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 تجني على نفسك يا مسكين؟ ليه؟ هو بقى واحد شاب زيك مش لازم ينهي حياته بدري. هنعمل ايه يا راجل من قلب الدماغ؟ اسمع بتاع انت. بتاع ليه؟ ليه تقول بتاع ليه؟ وانت عارف ان انا مش بتاع، ملك الكاراتيه تقول له بتاع. يا ولاد الناس لعبة. يا جدع انت تكسر مين؟ صلي على النبي. على اني اعمل اولاد، انت كنت هفشحله. يا جدع تفشحل مين؟ ده انا بس غير هي قطعتني كنت انا هشنكر البنكار على في اي حتة على طول. شنكر. يلا اطلع على السرير. انا طالع استريح. يلا بسرعة يا بت. حسن. ايوه. تعالى وصل الاستاذ فهمي اوضته. استاذ. وطلع له الشنطة. حاضر. يلا يلا. حضرتك. هطلع اوضتي. شايناز. نعم. حابة امر عليك. اتفضل. هات الجزمة، عايز تاخدها يا اخوانا؟ عارف. هات الجزمة. اديك يا يلا يا استاذ. مش هناس. نعم. انت هتسمع كلامه؟ انت انقذتيه. عليا النعمة لو اتأخرت دقيقة بس، أنا كنت هيمرمط بيا الأرض. يلا يا جماعة. أنت صدقته. اي خدمة؟ لا ما متشكرة يا ابي قريب، متشكرة. انت اسمك ايه؟ حسن. اسمي حسن يا دكتور. طب يا حسن شوف لي حاجة عشان اغلي الحقنة. اه بس اللي هانم يمكن تخرج. تخرج مين يا ابني؟ ده انا حاطط لها مخدر ينوم حمار. حصار. مسمار. مسمار. محماص. سحمار. الحمار. بسرعة يا حسن! لا لا ما فيش أي حاجة. اتكل على الله، اتكل على الله. دي معايا ب 80 جنيه. ودي يا بلو. يا عيوني. احنا هننزل نكمل سهرتنا بره ونزوغ منه. برافو برافو يا ام الافكار النيره انت. بس ده قال انه هيفوت عليك. طب ما انا عارفه، ما هو علشان كده هتنام مطرحي في السرير. يا حياه قلبي. هنام فين؟ في السرير يا حبيبي، هتلبس فستاني وتعمل بوز. بوز ايه يا حياتي؟ بس لو نمت انا في السرير. يا حبيبي هو كده هتنام مطرحي وتعمل بوز، بس اوعى تستحمل الموضوع احسن تبقى مصيبه. عيب يا حياتي. ايوه انا بس. خلاص يا بلو هو كده يا حبيبي. حاضر. علشان خاطر. حاضر. بس اوعى تتاخر عليا. حاضر. انا حستناك في كازر النجمه السود. فاهم يعني ايه كازر النجمه السود؟ حاضر. يخدم الله يخدم. حلو بلو حلو. اوعى تتاخر يا قمر. لا يا حياتي. يخدم الله. اوعى تستحمل يا واد الموضوع. بسيتني انا فاكر كويس قوي. يلا اتفضل. من هنا اتفضل.
شهناز هانم. احم شهناز هانم. شهناز هانم يا ست. أسد يا معلم الصبر. خيبت كده ليه؟ هو في ايه؟ بقول لك ايه؟ اسمع الولايه اللي بتاعها اللي بقى ستعاكو دي اللي هانم دي راحت فين؟ Who knows؟ وده ركب لها ايه دي؟ Who knows يعني ما حدش عنده فكره يا جاهل. ابو علي راحت فين؟ خرجت هي واصحابها. ما تعرفش راحت فين؟ ما عنديش فكره ومش مسموح لي اتكلم في الحاجات دي اطلاقا. طب والعمل معاد حقنا جه ولازم تاخدها دلوقتي. I don't know انا مالي مالي دعوه. ايه؟ يو ايه؟ I don't know. حلوه دي اه ظريفه جدا حقنه. جميله لطيفه. بس لازم بقى اي حد ياخد الحقنه. يعني ايه؟ اطلع هتحمد لو ما حدش يعني انا اللي اخدها؟ اه اذا هضطر اتكلم. يلا فين يا سيدي؟ امري لله. على رأس الغوازي زي الحمام الهزازي. يا محلى رأس الغوازي زي الحمام الهزازي. يا حلاوتك في ما شاء الله ملحة في عين اللي ما صلّى. يا حلاوتك في ما شاء الله ملحة في عين اللي ما صلّى. هنا بترقص غازية أمورة يا عين يا ليل يا عين.
والنبي ما شفتش واحده سكرانه وهتموت من السكر. ايوه يا استاذ. شكرا. يلا فز قدامي قول. ايه يا استاذ؟ لما قلت اصل الفوت فما مساء الخير. الفوت مساء السلام. ايه؟ هي فين؟ هي مين؟ شاهيناز وديتوها فين؟ تعبت وروحوها. استمرار الحياة يساوي المعجزة. حبها للحياة هو اللي حقق المعجزة لغاية دلوقتي. الرقابة الطبية ضرورة حتمية. هتعمل ايه يا وحش؟ شاهيناز طولت أول مرة دي يا وحش. وحشتني. وحشتني وحشني السهر. بعمل ايه؟ بضطر انام طول الليل عشان اقدر اسهر بالنهار. حرام عليك، ربنا يخليك. استني كمان 3 اشهر ويجي الدكتور فكري. ها؟ انا ونعناع ما عملناش الا انت وربنا. ها؟ أنا مش عارفة أشكرك إزاي. ده أقل من الواجب. كل اللي عملته ده وأقل من الواجب. يا ترى هعرف أرد لك جمايلك؟ العفو أستاني. أنا مش ست هانم. أمال حضرتك إيه؟ أنا واحدة ست عيانة وأنت خففتها. شاف ربنا ست عيانة. يا سلام، أنا فرحانة فرحانة أوي أوي أوي. لا 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 لا، بلاش حكاية فرحانة أوي دي، عشان دي بتخش بباب الانفعال. اذا كنت فرحانه سيبيني انا ازغرط لك، واذا كنت زعلانه اتحرق دم اللي خلفوني انا. للدرجه دي؟ واكتر من كده، بس تخفي بالسلام. يعني انا استاهل ده كله؟ لو تعرفي حياتك عندي اغلى من الدنيا. ده انا من غيرك اعيش بنص دين. كلامك حلو، قوله تاني. المهم مش الكلام، المهم الفعل. يا ترى لو خفيت هبقى اشوفك. انا ما استغناش عنك ابدا يا هاني. طب لو قلت لك نفسك في ايه تطلب ايه؟ فرخ. فرخه بس؟ اصل الفرخه عندنا معناها معناها ايه؟ معناها يكسف. لا، هو يكسف ويفرح. طب معناها ايه بقى؟ معناها انا هقول لك. هو لما بيجيبه في السحلقه، واخد بالك؟ ولا بلاش. انت هتقول ولا ازعل وانفعل؟ لا هقول، معناها الجواز. الجواز ومش عايز تقولها؟ دي الكلمه دي لو كانت هتموتني كفايه اسمعها منك واموت. كلمه ايه يا ست هاني؟ كلمه الجواز. انا ما طلبتش ست هاني الا فرخه. الفرخه بقت ملكك يا فهمي من يوم ما ردت لها حياتها. ايوه بس انا كان قصدي، لا مش قصدي، هو انا كنت فاكر يعني، مش وانا لما مش فاكر حاجه خالص. انا فاهمك. انا لما اسال هم لما جم اصل انا كنت عايز، انا مش عايز حاجه. انا فرحانه ان لقيت الشخص اللي يحافظ على حياتي. يا ست هانم انا تمام ارجع لقد حالي. المهم الحب. خلاص بقى، مبروك، خلاص ابتدت تخرج وتروح وتيجي. الله، هنسهر والجو هيحلو وهتبقى تمام التمام. يا عيني عليا. طب فلوسنا بقيت حقي، هنسيبه؟ انا هروح اجيب لك فلوسك. يا نهار اسود، انت؟ ده لو عرفت اني خاطبت هتطب تموت. ليه بقى؟ كفى الله الشر. الانفعال. خلاص هقول لها ان اختك قطع الانفعال وسنينه. انت بتقول ايه؟ بقول لك فهمي عيان، صبح الصبح دماغه
تقيله خالص. وعملت له ايه؟ عملت له كوبايه شاي واسبرينتين. فهمي فهمي، كوبايه شاي واسبرينتين. اه انت عارفه فهم اخوكي بقى لي ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى حياتي. الو؟ لا الو دكتور اسماعيل، انا شهيناز، تجي لي حالا دلوقتي. لا لا لا، مش انا اللي تعبانه، ده فهمي يا حبيبي. لا لا لا، مش انت، ده فهمي. انت عارفه فهم اخوكي ده يبقى لي ايه؟ اه يبقى حياتك. لا ده حياه ناس كتير قاتهم المرض زيي يا حبيبي. يا فهمي الو. لا الو دكتور احمد، تجي لي حالا دلوقتي. لا لا لا، مش انا، ده فهمي. انت عارفه فهمي ده يبقى ايه؟ اه حياه ناس كتير قوي. لا وحياتك انت كمان، عمرك ما هتلاقي اخي زيك. يا حبيبي يا اخويا. الو دكتور رمزي، تجي لي حالا بسرعه. الحكايه ما تستاهلش ده كله، دول شويه صداع يعني. وهنا برضو ابتدت معايا بشويه صداع، وبعد 3 أشهر اكتشفوا ان التقلصات اللي بتجيني بتاذي القلب. يا حبيبي يا فهمي. يا خرابي، يكون اتعدى منك. صح يا حبيبي يا فهمي. طب وبعدين العمل ايه؟ اهم الدكاتره زمانهم جايين، ناخدهم ونروح له. هما ما جوش ليه بس؟ انا اعرف. فهمي يا اخواتي، كوبايه شاي واسبرينتين. فهمي توصل بالدرجه لكوبايه شاي واسبرينتين. سيبيني فهمي اسبرينتين. يا حبيبي يا فهمي، يا حبيبي فهمي. ست شحناز يا اخواتي الحقوني الدكتور. الدكاتره اللي كانوا جايين علشانك قعدوا معاها يمرضوها. يعني ما عرفتيش تجيب لنا القرشين اللي عندها؟ ازاي بقى؟ دي البنايه يا عيني عليها من فرحتها طبت وقعت. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ الا قول يا فهمي، هي التقلصات دي ما تعملهاش عمليه وتخف؟ يا ريت يا ريت. ما انت هتخف ازاي بقى؟ محتاجه الصبر وعلاج طويل. يا لهوي، يغور العز اللي هي فيه. اللي عز من عزها انت، المهم الحب. وانت الحب كله يا نعنع. بفقري ده على قلب احلى من العز. انما قول لي، اللي زي دي لو اتجوزت تخلف؟ الخلف خطر على حياتي. يعني جوازها يبقى حبر على ورق. تمام كده. تبقى ملهوفه يا عيني على الجواز علشان تفرح بيومينها اللي فاضلين لها. تمام كده. وهتكوني بتقولي كده عشان اتجوزها. تمام كده. يعني عايزين اتجوزها؟ ليه لا؟ ما دام حبر على ورق. كده يبقى 150، يبقى انت واخد كام؟ 140. 140، ما انا هقول لك، هو 140 وضوء ويبقى 157. 150. ايوه يبقى 157. دول 150. ايوه. انت واخد 150. شكرا قوي عليك، ده جميل عمري ما هسولك اخويا. بس في حاجه مهمه قوي عاوز اقولها لك. عارف اخلي بالي من نفسي. لا في حاجه كمان، ما اقلعش الحجاب من رقبتي ليل ونهار. لا في حاجه كمان، واغسل رجليا قبل ما انام. بقول لك ايه، فلوس المهر دي انا راهن الورش عليهم، يعني لو ما دفعوش في ميعادهم هيتخرب بيتي، فاهم؟ هيتخرب بيتي ومفيش فراخ، يعني هبطل انا فراخ. شوف بقى لما بطل انا فراخ، يعني شوف بني ادم زيي من غير فراخ. اعمل معروف، اتصرف، اعمل اي حاجه الا الفراخ. الف مبروك يا سي فهمي، عقبال البكاري يا اخويا. الله يخليك يا زوبه. ما تسلينا بأي حاجة، قولي أي غنوة أي موال. الظاهر المأذون ده مش جاي خالص. هو المأذون اتأخر ليه؟ بتلاقيه بيتجوز، هو راخ. أنت مستعجل ليه يا سي فهمي؟ بس وراه شغل بعد أسبوع. ما الله يا زوبة، انخعي أي موال، قولي أي حاجة، ده مش فرح. وحدوه. عينيا الاتنين يا سعادي. قول لنا غنية الكوز. إيه الكوز ده؟ أنا بحب الكوز. طب قوم نسمع.
متأخر ليه؟ ما لسه بدري يا سي فهمي. طب وشاهيناز؟ الله، طب اشتغلي من دلوقتي؟ احنا مش قلنا شاهيناز دي حبر على ورق؟ ايوه، ما انا عارف انها حبر على ورق. طب والعيا والدواء ده حبر على ورق اخر؟ اه صحيح، لا عندك حق بقى بدي، العيا والدواء ده مش حبر على ورق. هو المأذون متأخر ليه؟ انا عارف، خلينا قاعدين لغايه الصبح، لا هنتجوز ولا هنتنيل. السلام عليكم. اتأخرت ليه؟ من أنت؟ وما شأنه؟ ما شأني ده إيه؟ أنا العريس. وما وجه الاستعجال؟ أنت عشانك من حياتي؟ تمالك يا أخي؟ بلى، سأعطيك شهادة بتأهيلك. طب يلا خلصت. لمشوار؟ مستر خير. لمشوار؟ إيه ده مشوار ده إيه؟ مشوار أي المنديل يا جاهل، المنديل؟ آه المنديل، آه، بس خلي بالك عشان في بلاوي والنبي، ها؟ كان عندي أنفلونزا الأسبوع اللي فات. مساء الخير يا عزة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي تعالي خد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو العريس يبقى عصبي كده يا اخويا؟ اه. ليه؟ داخل على معركه يا سيدي. معركه؟ اه. معركه ايه يا اخويا بقى؟ معركه الحياه. بعد ما يقوم من جنب المأذون، اما نسي اسمه هيشيل هم الدنيا فوق دماغه. دي الدنيا حلوه يا سعالي. مالها الدنيا بقى؟ حلو بس من غيركم. الهي يبتليكم بفره. علي النعمة ما تسوى بصلة من غير الفراخ. ايه ده شرينا؟ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مبروك. مبروك يا فندم. مبروك يا حاج عزيز. مبروك. أنت خدت المنديل ليه؟ سيفونير. هي تذكارة. تذكار ده إيه ده؟ بأربعة ساعات خدت المنديل. سوري. سوري إيه؟ بقول لك خدت المنديل. ليه ده؟ مهبل. مهبل. ده إيه؟ شيلوه لما تجيب المنديل. يا حاج عزيز. يا أمين الشرطة. يا أمين الشرطة. يا أبوي. يا حاج عزيز. يا مجنون. يا مجنون. هات المنديل. أعوذ بالله. شهناز، شهناز يا وحش هتخسرني. انا خساره صدقني، انا نقطه حقيقي فعلا. صور شهناز كلها تتجوز فهمي. ما هو من قله الرجاله. ولو كل عيان يتجوز الدكتور بتاعه، انا كان زماني متجوز الدكتور بسطويسي. المهم الحب. يلا 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 شوف المأذون. يلا يا بلو. يا عيون بلو بلو يا خساره رجاله. ايوه الو. ايوه انا هلو بلو بلو نديل الشيخ مأذون. قول له بلو عايز. مش فاضي ها؟ لا لا مجبوش مجبوش مشغول ها؟ نزل على ودنه ها؟ خليه خليه ربنا يسهله. لا انا ولا حاجه. باي. ايه؟ قال لك ايه؟ مبروك. ايه؟ مش هيحصل جواز. يا دنه ليه؟ الشيخ مأذون مشغول كومبلي على ودنه. طب هو لازم مأذون الحي؟ ما تشوف مأذون تاني. هو الواحد ما يعرفش يعتمد عليك يا بلو. يا عيون بلو. اتأخرت ليه؟ اصل نعناع كانت بتوضب هدومها. ايه ده كله ده؟ عقبالك يا نعناع. حسن تعالى خد شنطة الهنا مطلعها فوق. تعالى يا نوني. ايه رأيك في البدلة دي؟ مش حلوة؟ اه مش بطالة. طب مش تقولي ميرسي على المفاجأة دي؟ ميرسي على المفاجأة دي. كده حلو؟ وغمزها ازاي دي؟ اديني بوسة. يا نهار اسود ابوسك؟ علشان خاطري. ومن هنا؟ لا كفايه كده نروح النار. علشان خاطري. ومن هناك بقى؟ من هناك؟ من هناك لا نأجل اللي من هناك دي شويه. عندك حق يا حبيبي. نأجل اللي من هناك دي لحد ما تقلع. ايه؟ تقلع يا حبيبي. اقلع؟ مش ممكن بقى، مستحيل. هو ايه مش ممكن؟ وبدلة الفرح مين هيلبسها؟ اه بدلة الفرح. اه صحيح لازم البسها. طب بس دقيقة واحدة علشان انا ببقى
يعني ها؟ ما انت عارفه بقى. يلا يا حبيبي العب. عنوان شارع معمل السكر بجاردن سيتي. اذا تهت بقى تعالى هنا الاول وانا هبقى اروح اجيبك بالعربيه. ما تتاخرش وحياتك. ايه الحلاوه دي؟ النهار اسود ومنيل بنيله على العيال المخلصه. يا واد انت يا ابن الكلب. ها حلوه البدله. ها يا سلام هانت عليك البدله الاولانيه. الاولانيه احلى واحلى. ايه؟ طب لو كانت احلى قلعتها ليه؟ اه لزوم الحبر على ورق. والله انا خايفه الحبر على ورق ده يزفتها على دماغي. احنا فيها يلا بينا نروح. نروح وسيب الست الغلبانه دي تنفعل وتروح فيها. احنا هنا والنبي احنا هنا. احنا هنا انت اميره اللي كل بحنيه. تاني فوق لروحك انت ناسي انت مين؟ انا المجنون. مين؟ فهمي. انت مطلوب الهانم عاوزاك. انت اللي غلطان. غلطان؟ غلطان عشان بحبها. لا عشان ما عرفتش تشكمها. عملته ده؟ اصل بصراحه المأذون ده هو اللي طلع اخويا وانا بتشائم منه.
طب ما اذون الحي مش موجود، بلاش نتجوز يا ست. نستناه، احنا ورانا حاجه. هو ايه اللي نستناه؟ اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ اقول له ايه؟ انزل قولي له عريس مات. لا انا ما اقدرش، انزل انت قول. انا هنزل اقول. انزل اقول له انا مت ازاي بقى. اتفضلي انت انزلي قولي له. يلا. انا اتخضيت، اديني بوسه. يلا يلا انزلي قولي للمزقون. يلا. ايه خلوا بالك يا عيون بالله، اسره المأذون. بتقولي ايه؟ بقول لك اسره المأذون. اخيرا اخيرا رجعت لعقلك. بقول بدل ما نصرفه نشوف له شغلانه تاني احسن. شغلانه ايه؟ قول يعني نخليه يجوزنا لاننا احنا بنحب بعض. بلو يا عيون بلو. انت هايف. انا عارف بس دي حاجه ما بلو. بقول لك اصرفه. انت عايزه فرصه تفكري. فكري يا روح قلبي على اقل من مهلك. انا مش مستعجل، انا عارف نفسي. فكري. ها شيخ مأذون انا جاهز. خلاص خلاص. ايه العريس ماله؟ طلق العروسه. طلق العروسه؟ كيف يتم الطلاق دون ان يتم الزواج؟ ده اللي حصل. هنعمل ايه؟ عيل بقى. عيل وانا جايبني اجوز عيل؟ احنا متشكرين يا سيد مأذون. عفوا يا سيدي. شكر الله سعيكم يا سيد مأذون. بقية حياتك يا ابني. حياتك الباقيه. This way please. العشاء جاهز. تفضل. قول لي مبروك. مبروك. عينيك دي هتوديني في داهية. فكرتي؟ أيوه. قلتي إيه؟ تاني. ماله؟ عايز مأذون تاني. أنا لا يمكن أشوفك وأنت بينكتب كتابك أبداً. ها؟ تبقى غبط وش؟ لا يا أخويا أنا ماليش دعوة، أنا هروح بقى. اسمعي بس. إيه؟ أنا هديها الحقنة وقرص ده وهتتخمد على طول. يا سلام، وانفرس أنا بقى هنا لوحدي. لا، ابقي سيبي باب البلكونة مفتوح. ليه؟ عشان أجيلك أنا. ليه؟ هنقعد بقى طول الليل نضحك. يلا نعنيع.
يلا. حالا يا حبيبي. يلا حبيبتي. طب قلعني الفستان. لا انا بقول لك يلا علشان تاخدي الدواء. دواء. انا اخدت الدواء. صباح على خير بقى. انا اخدت الدواء. طيب صباح على خير بقى. اصل في حاجه. ايه ده يا فهد؟ انت عارف الولاده تبقى ايه؟ النص من شعبان. ليه؟ ولادتي ليله فرح والله. شهناز خطتين في الراس توجع. كتاب وكتبنا. وبعدين يعني كفايه كده النهارده. لا بعدين لف علي يزيد. ويلا سلامه. انا حتى لو حمد الموت شهود. ايوه لو هدفعه تمن لحظه حلوه وحشة. وبعدين بقى عايزة عيشة. شهناز. طب فكي لي السوستة. هو ده في سوستة؟ انا بعمل كده عشان مصلحتك. دي حياتي وانا حره. ايوه بس انا اللي مسؤول عنها. يعني ايه؟ يعني ناجل الجواز شويه. يعني ايه ليه؟ لا 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 ارجوكي بلاش انفعال. انا حره انفعل زي ما انا عايزه. انفعل وانا حره. هتقع. Thank you.
الظاهره. وماله يا حبيبتي، هنا عدت وهناك عدت، مش كده ولا ايه يا جميله؟ انتوا تتفقوا مع بعض وانا جاهز. يا حبيبي ليله ساقعه هعوضها لك بشهر دفا. شهر دفا؟ شهر عسل في الفيوم يا حبيبي. الفيوم؟ فيوم؟ هيقضوا شهر العسل هناك. عسل؟ وخدوا العسل من هنا ولا هيشتروا عسل من هناك؟ I don't know. هو يا ترى هينزلوا فين في الفيوم؟ الأوبرج. It must be so. يا خسارة يا شهناز، هتخسري كتير. حسن. نعم يا فندم. الفيوم دي فين؟ يا اختي انت مستني ايه؟ لا يا فندم ولا حاجه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، متشكرين قوي بقى. شكرا. لوكاندة ايه دي اللي ببالها ما فيهاش جراعة؟ فهمي. نعم. افتح. افتح ليه؟ افتح للسوستة. يلا. يا نافوخي. من فضلك اديني الاستاذ فهمي. الو. ايوه انا فهمي. طب انا جاي حالي. نعم. عايز انا مش عارف ليه. طب وصلت؟ سامحني. وايه يا اخويا ده؟ ايه في ايه؟ انا عايز اسافر. ايه؟ اسافر؟ واحنا لحقنا نيجي عشان تسافري؟ معرفش. ليه حصل ايه؟ هي حصلت الارض كمان. ارض؟ اه. هو فين ده الارض؟ استهبل يا اخويا استهبل، ساعة ما كنت بتفتح لها السوستة. اه. لو انت عرفت ازاي. اه ده باين من هنا صحيح. طب واحدة والسوستة ما فكش دقيقتها؟ يا سلام، وما تفكش دقيقتي انا ليه؟ انت مالكيش سوستة. لا طبعا، مين اللي قال لك؟ ليه؟ فكلي السوستة. مكتوب علينا الشقة. هما راحوا فين؟ طب بص ايدك تعالي هنا. هجيب لك نباغة. لا تعالى هنا. بتهرب مني؟ لو فهمي صحيح تعالى. ادخل. قرب. Thank you.
مين بقى؟ ادخل برسوار. ابدا والله انا كنت نازل اشتري سجاير ما لقيتش، قالوا لي تلاقي في الفيوم. والله حجزت اوضه؟ طبعا حجزت، انا حاجز الاوضه اللي جنب اوضه نعناع عبل. تعالى قدام جنبنا نعناع مين؟ ايه ده؟ ايه؟ في ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ نعم، ايه ده؟ ايه ده؟ انت اتجننت يا بلو؟ برج المراقبه ده يتقفل. الاستاذ بلو المنكوش وصل وساكن جنبي في الاوضه عدل. بتغير عليا من المنكوش يا حبيبي. ايوه اغير عليك من المنكوش طبعا، انت مش مراتي؟ وقبل ما اكون مراتي انا بحبك. ايه؟ لا شوفي بقى انا مبقاش فيها صح. ايه اللي بتقوليه ده؟ انا اتجوز نعناع؟ ايه الغجران بتاعتك دي؟ وطي صوتك. انا اتجوز نعناع؟ مالها نعناع؟ حياتي مش ممكن، دي فولكلور خالص. المهم الحب، ولا انت خايف انها ما تحبكش؟ خايف؟ أنا بس أبص لها وألعب لها الرفرف اليمين، انتهت المشكلة. بس أنا مرضاش. يعني أنت ما تعملش حاجة عشان خاطري؟ عشان خاطرك على عيني. بس أنا ما أقدرش، ما استحملش. ليه يا حبيبي ليه؟ أنا واخد حبوب منع الجواز. وخدتها من إمتى يا روحي؟ ها؟ خدتها من إمتى؟ من يوم ما اديتيني بومبا، اتجوزت الأستاذ فهمي. معلش بقى، مع اني انا كنت نادرة 5000 جنيه للي يتجوز نعناع. هاتي انا راجل مش بدم. قلتي هاي اي اي 5000 جنيه ايوه للي يتجوز نعناع. ايوه. طب واللي يخلف؟ والله يعني 5000 جنيه ومن غير خلف، يعني لو ربنا ادانا الصحة وجبنا 12 عيل، لو العيل وقع ب 75 جنيه. اتفضلي. اتفضلي. كلمي المأذون انا جاهز. مش الاول تعمل شوية حب على شوية غرام وبعدين هي توافق؟ اعتبر الموضوع منتهي. اعتبرني نور. 12000 جنيه في جيبي. استاذ فهمي هلو. الفيوم منورة، وشك ولا القمر. هاوز ايفريثينج فاين؟ جود جود فاين. اشوفكم على الغدا بقى. العيل ب 75 جنيه يبقى البت ب 120. ربنا يدينا الصحة، هتحلو قوي. هي العيال غليت قوي كده ليه؟ لفندي ده مش سبب البلاوي اللي حصلت لك؟ بلو ده جدع طيب وأمير. العاقل ده طيب وأمير؟ إيه ده؟ بلو ده فنان، فنان كبير قوي، بس أنت ما تعرفوش. لما هتعاشره هتعرفه كويس. عاشره؟ عاشره ليه؟ هينسبني؟ جايز. تقولي إيه؟ ضحكة نعناع. يا روح قلبي، لازم مبسوطة. مبسوطة؟ اه. انبسطت من ايه؟ مش معقولة دي. لا بجد اتربعت. انا عندي حاجات تجلي. زي ساعة الراجل اللي طلع المعاش. اه. هو طلع المعاش؟ ما عرفش ينزل. طلع المعاش ما عرفش ينزل. طب ينزل ليه؟ اتربع عليك. ده انا عندي بلاوي. وده مين بلاوي؟ زي بتاع الموز. الموز؟ اه. عارفها؟ لا احكي لي. ولا انا. تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. ايه المناسبة بقى؟ عشان يبقى كتفي في كتفك وعيني في عينك ونقول بقى احلى كلام. اسمع يا جدع انت. نعم. بصراحة احنا متفقين نتمشى وبس. يعني ايه؟ يعني كل واحد في حاله، مفهوم؟
مفهوم. انا مش فاهمه ايه اللي مضايقك دلوقتي. دي عامله تعملها نعناعه بس لما اشوف. هي مش من حقها انها تحب. طبعا من حقها. وتتجوز. تتجوز ازاي بقى؟ امال عايزه تفضل جنبك عانس. عانس ازاي؟ مش ممكن تكون عانس ازاي؟ يا حبيبي عيب، انت مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ انا مالي ده ايه؟ مش اختي؟ اختي يا عالم، اختي. عارف ان عينها منه؟ من مين؟ من ضله. هي قالت لك؟ لا انا حاسه بكده. دي حلوت قوي. كنت فين؟ كنت مع ضله. بتعمل ايه مع ضله؟ كنا بيرسمني. واحده ست متجوزه تخرج مع راجل غريب من غير اذن جوزها، ده يبقى كلام فارغ. ايوه خليها تسمع. هي مين دي اللي تسمعني؟ جرتي ست شاهيناز. وهي قاعدة لما تسمعني؟ أيوة خليها تسمعك وتنفعل وتروح فيها كمان. طب يلا بينا بقى. على فين؟ على فين؟ أروح على مصر. يلا. اللهم دمها نعمة. خلي بالك يا سعاني، دي آخر فرخة في العشة. نعم. ما جبتيش كتاكيت ليه؟ منين؟ ما أنت عارف اللي فيها. خبر اسود ومنيل. تعالي انت رايح فين؟ راح اجيب فلوسي من سنيله. يا خبر اسود ومنيل، هي حصلت تروح لاخوك تطالبه بالفلوس. امال عايزه انا اسكت على المصيبه دي؟ مش اصول يا سعاي. نعم؟ امال الاصول ايه؟ ان يديني هو بومبا؟ انا اعيش هنا من غير فراخ؟ انا؟ بخاطره بقى، نصبر. انا ما اصبرش. ده انا اموت. وبعدين بقى يا سعاي، انت عايز الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ لا يمكن. لازم اروح دلوقتي اجيب منه كل الفلوس. تصوري احنا ما عندناش فراخ. ما تروح له في حجة قسيمة الجواز بتاعت نعناعة وتفكروا بالقرشين. قسيمة جواز البنت نعناع؟ حلوة حلوة جدا. عارفة انت تستاهلي ايه؟ استاهل ايه؟ فرختين مرة واحدة. انت مش عايز تجوز نعناع ليه؟ مين اللي قال اللي انا مش عايز؟ ده انا نفسي دلوقتي قبل كمان شوية. طب بتعرض ليه؟ بالعربي بقى، انا نادر ما اجوزهاش غير لما تخفي بقى ان شاء الله. طب افرض ما خفتش؟ فلا الله ولا فالك يا شيخ، كلها كام يوم وتخف بالسلامه. يعني قد ايه كده؟ اسبوع، كلها اسبوع ويجي الدكتور فكري ونطمن ونعمل بقى الافراح والليالي الملاح وتبقى ليالي. طب ايه رايك الاسبوع ده نعمل فتره خطوبه علشان يتعرفوا على بعض؟ هما مين دول؟ بلو نعناع. يا دي النيل على بلو نعناع. يا ست انت نعناع ما يملاش عينها بلو بتاعك ده. طب ايه رايك بقى يا سي فهمي ان بلو ونعناع قاعدين دلوقتي في كازينو النيل ومالين الدنيا حب في حب؟ بتقولي ايه؟ بقول اللي بيحصل دلوقتي. فهمي مع السلامه. تاكسي مع السلامه. تاكسي احمد قسمت جوازك هلا كمان بتاخد تاكسي؟ الله يرحم ابوك كان بياخد انفلونزا. افندم عاوز حاجة؟ لا اللي عايزه مشي. فهمي بيه؟ بيه، هو بقى بيه؟ بقى حرام يعني. أنت حضرتك عاوزه؟ أنا علي أخوه. علي بيه؟ اتفضل. بس مش عيب أدخل والراجل مش موجود. الست هانم موجودة، اتفضل. هانم؟ هي كمان بقت هانم؟ دي منظمة. اتفضل. اسحب. اتفضل. أنا مش فاهم. أخته وجالها عريس مش عايز يجوزها ليه؟ انت مين؟ انا علي. علي اخو فهمي. اهلا 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 وسهلا هنا. اهلا اهلا اهلا. اتفضل اتفضل. على مهلك على مهلك. ايه الذوق والانسانيه والجمال ده كله؟ ايه؟ لانك انت جيت في ميعادك. جيت في ميعادي؟ ايوه. امال لو كنت اتاخرت شويه كنت هشوف ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. يا نهار ابويا اسود. تشرب ايه؟ انا دلوقتي اشرب فراخ. فراخ؟ فراخ. اخير ان شاء الله. اخير. انا رحت اطلع القسيمه. ايوه. قالوا لي يفوت بكره. ايوه. وبعدين قالوا لي لا افوت بعد. ايوه. لما طلعت بقى القسيمه. ايوه. وخدت انا القسيمه. أيوه.
فهماني سيادتك؟ ايوه فهماني ايوه خدت انا القسيمه. ايوه اهلها حبوا يطمنوا على عروستهم قلقانين. أيوة. قالوا لي لازم تروح تطمن على نعناعه. نعناعه ها؟ دي اللي انا كنت عايزاك علشان هو القبله اللي واقع فوق الجنب ده الكرسي. اه اتفضل ريحي نفسك. معلش اتفضل ريحي نفسك انت. معلش اتفضل ما تتعبيش نفسك. اتفضلي اهو انا بقى كنت عايزاك علشان نعناع. نعناع انت عارف انها كبرت ولازم تتجوز. نعناع وجالها ابن الحلال جدع امير وابن ناس وكفايه انه بيحبها وعايز يدفع لها مهر 5000 جنيه. نعناع وانا نفسي تقف جنبي علشان فهمي يوافق يجوزها لي. نعناع الجواز اسمه نصيب ومش علشان انت طلقت مراتك يبقى الناس كلها ممكن تتطلق. انا وانا وفاني متجوزين لكن ما عندكش فكره حياتنا كلها حب في حب. انتي انا بعتبر نعناها اختك زي اختي تمام وعايزه اساعدها وتاكد ان بالو هيساعدها ويحبها. بالو ها قلت ايه؟ مين انت؟ انا مين؟ انت مين قالك بقى ان انا هنا؟ شهناز ضحكت عليكي وقالتك تستنيها هنا وبعتتنا لها عشان الجو يكمل. جو؟ جو ايه؟ الحب. الحب يا نعناع. لاف لاموري. حكايتي مع الزمان. العذاب فوق قفاه يا ابتسم يا نعناع. ايه ده؟ ابويا ظبطني وانا بقرا كتاب عن الحب وعينك ما تشوف الا النور. سكني حته دين علقه. انا بطبعي اعز العلق قوي. ايه وتبت عن الحب؟ اتوب. اتوب انت موجود يا طعم يا مشفي يا مبسطر انت. وناوي على ايه؟ ناوي اروح. برافو ايدك ملساء. ابعد ايدك جاك قطعها. انت فاكر نفسك ايه يا جدعان؟ انت حته بتاع لا تسوى ولا تستاهل. احنا هنبلعظ؟ تكونش فاكر نفسك راجل؟ انت لو راجل ما كانتش شاهيناز رميتك لغيرها. ها؟ يعني انا مش راجل؟ يا ريتك حصلت. اذا انا ست؟ لو راجل صحيح كانت شاهيناز حطيتك في عينها زي ما حطت غيرها. لو راجل صحيح كنت حبيتها وعرفتها قيمتك. كده تعرف تقولي هي ماسكه الفهم ليه؟ عشان راجل ملا عينها وعارف يصونها. اي ايدي. سلامت ايدك. مش عارفه ايه اللي قرصني. فين فين؟ اه يا ابو منعم. ادعك هادي. انا حزرقب. يا سلام يا لعلعه. انا اعز الايدين السرحه قوي. ايه اللي بتعملي ده؟ ايه بشم شويه هوا. ايه اللي جابك هنا؟ التاكسي. نعناع انت بتلعبي بالنار ليه؟ كفى الله الشر. الراجل كتر خيره عزمني على كوبايه شاي. اقول له لا؟ راجل من فضلك قوليها تاني عشان بس اصدق. يجادك ايه بالو؟ ان ما كانش بس دمك خفيف. يلا نجر قدامي. وان ما نجرتش هرقع لك ازاغك. هو جرى ايه بس يا فهمي؟ بقول لك قومي احسن العفريت الزرق بتتنطط في وشك. قومي نهايته هنوم. يلا يا بلو. مع السلامة. خليك انت ابو البلاليط. خليك انت يا ابو الجلاليط. لا 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 مش ممكن تكون انت ابدا اخو فهمي. امال انا مين؟ اخو فهمي. يا ست هانم حضرتك مش قلت من شويه اني انا مش اخو فهمي؟ اخو فهمي لازم يبقى زي فهمي يفهمها وهي طايره، لكن انت مش عايز تفهم حاجه ابدا. يا ست هانم على مهلك عليا شويه. أنا أصلي فهمي على قدي غبي من الأول تاني. أنا مين؟ أخو فهمي. أديك عرفتيها. خليك كده بقى وإحنا هنوصل. فهمي بقى. يطلع مين؟ جوزي. شوف أديك هتلخبطي تاني. أنا برضو اللي هلخبط. أيوه هترجعي تقولي لي إن أنا مش أخو فهمي. يا أستاذ علي. يا ست أرجوك أرجوك إحنا كنا ماشيين كويس أوي أوي. إحنا اتحسدنا ليه؟ اتحسدنا ليه؟ خليك معايا وجاوبي سؤال بسؤال. اتفضل. مراتي. تبقى لي ايه؟ طليقتك. اهلا اهلا. فهمي بقى. يبقى لي انت ايه؟ جوزي. هنوصل انا عارف هنوصل فين. نعناع بقى. ها تبقى ايه؟ اختك.
انا مش اخو فهم. امال انت ايه؟ انا راجل دخلت البيت ده من ساعه، وانا كنت فاهم ان النهارده الثلاث وبكره الاربع، وفاهم ان الله حق، وفاهم ان اتنين زائد اتنين يبقى اربعه. لما هخرج من البيت ده على امراتي بقت طليقتي، واخويا بقى انسيري، وابويا بقى امي، وعمي بقى انت، واثنين واثنين وسوا يبلغ وبقالو يا بقالو رمضان كريم يا بقالو بقالو يا بقالو رمضان كريم يا بقالو. وايه دلل يا دلال؟ وايه دلل يا دلال؟ وايه دلل يا دلال؟ الحقني يا اخويا، استر على الله استرك، استر على الله استرك. طب ما انت لابس فلينة سودا اهو. لا لا لا، ايه ده؟ انا فين؟ ايه المكان ده؟ خد خد قسيمتك، خد القسيمة. قسيمة ايه؟ قسيمة جواز. جواز مين؟ جواز انا على فهمي. ايه؟ انت ايه؟ انا مين؟ انت جرالك ايه؟ انت مين؟ انا شاهيناز. شاهيناز؟ شاهناز ليه؟ علي ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا مؤاخذه يا شاهناز، اصل لا اصل علي أيوة. بحب قوي الهزار. تعالي تعالي يا مهبوش. ايه ده؟ ايه ده؟ هو العيا اثر على مخها خالص كده؟ ليه على اخويا؟ ليه؟ ده مخها عاوز سمكره سنه سنه. خد ايه دي؟ قسيمة جوازك على نعناع. شاهناز شافتها؟ شافتها؟ ده لو شافتها هتفتكرها قسيمة جوازي عليها. الحمد لله. اخرب ده تاري سمكرة العربيات اسهل من سمكرة البني ادمين يابا. معلش يا علي. اقول لك ايه من حق؟ نعم. القرشين اللي انت نتعتهم ولا بومبا؟ لا ابدا، بس يعني كلها يعني كام يوم كده وهيبقوا عندك علو. تاكل انا بقى فلسع. ما انت قاعد علو. فين؟ معانا هنا شويه، بري نفسك بفرخه ولا حاجه. هنا؟ انت قاعد هنا؟ انا قاعد في فراخ هنا علو. وحش. مع السلامة يا علوة. مع السلامة. علي يا علي، القميص يا علوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كان عائل الجدع ده. صحيح هو جدع أمير وابن حلال، لكن بصراحة أنا مش عارفة فهمي كرهه ليه. أنا مش فاهمة. أنا لما أقول مش موافق يبقى مش موافق. يا فهمي يا حبيبي، الموضوع ده لازم نخلص منه. أنا مش فاهمة أنت مش موافق ليه. أنا مش موافق عشان اللي في 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 في, في البتاع هو مش عاجبني بصراحة. وأنت مالك إذا كانت هي موافقة؟ إيه؟ قولي له يا نعناع. قولي له نعناع. نعناع انت موافقه يا اختي؟ ايه سكتت يا حبيبتي؟ السكوت علامه الرضا. حتى لو هي موافقه انا مش موافق بقى. هو ايه التحكم ده؟ هتتجوزه يعني هتتجوزه، وانا بقى اللي هتجوزها له. خلاص جوزها له، انا موافق. قوم يا الو. مبروك يا بلو. فهمي وافق ونعناع موافقه، بس ليها شرط واحد، الحب. لازم تكتب كتابك قبل ما اسافر. سافري؟ سافري فين؟ بلو انا حامل وبتوحم على امريكا. اطمني، الليله دي ههجم على اوضتها فورا. لا بقى، تكسير الحصون المنيعه ده لعبتي. ازاي؟ اطلع العمود على البلكون على الاوضه اتاك طيار. باي باي يا حياتي. اتجوز واقبض ال5000 جنيه واعمل معرض، معرض يجنن، ارسم فيه كل حاجه، ابقى فنان، ابقى حاجه. خرب بيتي.
انا قلبي مش مطلق. طول ما الحب موجود لازم قلبي يطمن. انت شايف كده؟ انا مش شايف، انا متبطل يا حبيبي. يا فهمي يا حبيبتي يا نعم. الواحد بيلهش في زيت ده يا جدعان. نبقى نشوفك يا بابا، احنا هنا قاعدين على طول. اللي بيحصل ده بس يا سيدي، ادي كل الحكايه. طب وشهناز؟ شهناز لو عرفت هتنفعل، ولو انفعلت هتموت. فهمي بيه؟ نعم. انا ما كنتش متصور انك بني ادم بالشكل ده. الله يخليك يا بابا بيه. حقيقي انت انسان عظيم. الله يكرمك يا بلو. انت ما حصلتش. الله يخليك يا بلو. انت منقذ المرضى والمحتاجين. الله يخليهم لك يا بلو. البؤساء والبائسين. يا بلو كفايه يا بلو بقى. فهمي بيه. نعم حبيبي. انا بائس. ليه يا حبيبي؟ انا لو قصدتك في خدمه تاديها لي. يا خبر ابيض، انت ابن حلال، انت تمر يا بلو. سلفني نعناع شهر واحد وارجعها لك تاني. لا يا شيخ، بقى انت عايز نعناع. الحلاوة دي أقاله دي. أشكرك يا فهمي بيه. الله يخليك أبو البلالين. أنا واثق من شعورك. أنا عارف. يا خرابي، يا بنيت، يا مستشفى الأمراض العقلية، يا لهوي. فهمي بيه، ثانية واحدة، أنت نسيتك منفعل ليه؟ ده مفيش أي حاجة، أنت هتسلفاني شهر واحد عشان أنا هرسمها وكمان هترسمها. يا مطافي، يا خرابي، يا آدم يا هو، هيرسمها. معقد المسألة دي، خدها ايزي خالص. وبعدين أنا ما بقولكش حاجة غريبة. أي حد، ده مراتك، يعني حاجة مش غريبة. أنا افتكرتها حد. وبعدين أنا هبقى بعيد، بالشرط هبقى بعيد، يعني هوقفها بعيد. هي صحيح هتبقى عريانة. أيوه. وأنا برسم. إنما هي هتبقى عريانة. ده أكيد. يا خرابي، يا خرابي. 5000 جنيه هاخدهم لو اتجوزت نعناع شهر واحد، وافتح المعرض بتاعي. الحلم اللي انا مستنيه. وابقى بيكالو، بيكالو العظيم. شوف يا خواجه بيكالو، انا لو انطبقت السماء على الارض لا يمكن حاسبني نعناع. وانا انا اضيع؟ يرضيك اني اضيع؟ يرضيك اني اهيم في الصحراء؟ يرضيك اني ادوحس في الحلوش يا فهمي بيه؟ وانا مالي، ما تحبش في الحنكوش، ما اي حد يحبش في الحنكوش، انا ماليش دعوه. اذا بعبي. معرض جاهز، كل شيء تمام، ناقص الاسامي. الاسامي ها اسامي. شم النسيم، شم النسيم. تجن طفل الخطيئه. هو ده. الحمد لله عندنا اتنين. مقصوف الرقبه. نعم. ايه مالك؟ بصني وانا اقول لك. مدبوس، انت مكسوف من اختك؟ لا ابدا. بس عشان المدام. انا فرحانه، فرحانه. والله ليه خير؟ انا حامل. حامل منين؟ تعالى هنا اهو. يعني ما كانش حبر على ورق. والله العظيم حبر على ورق. ما تتخضش كده يا اخي، ده انت ولادك عاوزينك. حبيبي. نعم. انا اتفقت مع الدكتور. أيوة. ان انا هكمل علاجي بعد ما نسافر. نسافر امريكا؟ وكمان امريكا؟ هعمل ايه يا اخواتي؟ ازغرق؟ انا مش عارفه اعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. انت طلعت تساعدي للسفر للجواز؟ احنا مش ممكن نسيبك هنا من غير جواز. جواز ايه؟ بلو نعناعة. بلو نعناعة؟ هتقول امي من على القهوه.
الفرح يا نعناع. قال يا نعناع. اوه يا ستي يا اخي، خلي العقول لاصحابها يا اخي. وكمان بترقصي؟ بصحتك. وبتشربي خمره؟ نعناع نعناع فوق الى الوحش. ايه بقى بقى وبعدين بقى تسيبني بقى ولا انا اروح اقول لها دلوقتي ان انت اتجوز اثنين وان انا مراتك؟ يا نهار اسود، انت عايزاها تموت؟ خلاص اجري اقعد جنبها ما دام مش حبر على ورق. يا اخي ما تسيبني بقى وانت ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. هتسيبني ولا اقول لها؟ شاهينات خلاص 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 هسيبك، ده انت مجنونه صراحه بقى. انا عايزه اتجوز بلو، عاوزه اتجوز بلو، يعني عاوزه اتجوز بلو. شكرا بناتي ستاتي حريماتي، دعوني اتزوج بهدوء. هو انا يعني مش حاضر عليك، هنخرج من هنا ومش راجعين من هنا. انا لا بشرب ولا بسكر ولا بعمل حاجه ابدا. كل الاشعه والتقارير اللي كانت تديني بتقول انك تقدري تعملي كل اللي انت عايزاه. فهمي نجح في مهمته. وانت حضر جنبك على طول. يعني خلاص ما فيش شاهينات؟ ما فيش شاهينات، في نعناع. نعناع وبس. استاذ فهمي والله يكون عجيب اللي جابك هنا. انت عارف ان شهناز عامله مكافاه 5000 جنيه للي يتجوز نعناع؟ نعناع دي مراتي وفهمي ده جوزي. في الحاله دي مبروك المكافاه. اهي مكافاه 5000 جنيه على شرط. طلق شهناز، سيبها يا اخي، خليها تدوب في اللي خلفوني. طلقها. شهناز طالق وانت كمان طالق. انا طالق جاي لك يا شهناز، احمدك يا رب. اسمع ايه؟ هنأجر شقه 5 اوض. أربعة منهم للنوم والخمسة نربي فيها فراخ.